السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها التلاميذ الأعزاء، أطفال الأعزاء، مرحبا بكم. نتعلم سويا اللغة الإنجليزية منذ البداية، هيا نتبع هذا الفيديو. إذن في هذا الفيديو سوف نقدم لكم الألوان colors colors. لنتعرف على الألوان كالتالي: red red أحمر، تلاحظون الأحمر red، الأصفر yellow، الأزرق blue، الوردي pink، البرتقالي orange، الأخضر green. إذن هذا من بين الألوان المحبوبة لدى الأطفال: red yellow blue pink orange green. أعيد معي: red yellow blue pink orange green. من الأفضل أن تضع علبة الألوان crayons أمامك وتلاحظ الألوان، مثلا orange yellow green blue. ضع هذه الألوان أمامك: orange yellow green blue، ثم قل orange and yellow green and blue orange and yellow green and blue 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 fun for me and you blue 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 fun for me and you. شيء ممتع هو fun for me، هذا ممتع بالنسبة لي وبالنسبة لك كذلك. fun for me and you، هذا ما يسمى بصديقك بنجي. تتم الألوان pink and red pink and red blue 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 orange and yellow green and blue 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 fun for me and you pink and red blue blue blue. جيد، لا تنسى اللون الأبيض white واللون الأسود black واللون البني brown. إذن تتم إن شاء الله في فيديو قادم، نكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء أيها الأطفال الأعزاء مع كولور.